سيد مندوب، ما حوجنا لمثل هذه المبادرات تكريم الرموز وأساطير كرة قدم تونسية؟ والله في الواقع هي الفكرة انطلقت من وزارة التربية، وإحنا كمندوبية تفعلنا معها إيجابا في ظل كون النصعة وما فماش تكون قطيعة بين العطلة وبين بقية السنة. حاولنا باش نشاركوا معظم المدارس الابتدائية بحضور يعني بعض رموز الكرة التونسية مثل سي أحمد بورشادة وعيادي الحمروني من أساطير كرة القدم في تونس. نعرفوها هي تقريبا اللعبة الشعبية الأولى في مختلف أنحاء العالم ولا سيما في البلاد التونسية، ونعرفوا يعني الأنشطة هذه خرجت برشا لاعبين ممتازين من البتاحي كما نحكيوا بلغتنا العامية. شو تفكر على عيد الحمروني قبل وقت اللي هو يسول ويجول على الميدان؟ خرجني على الميدان التربوي، فهمني شنو دونك عيد الحمروني، يعني من خيرة اللاعبين هو محبوب يعني تقريبا من مختلف الفئات ومختلف الجماهير كما غيره كما العديد من اللاعبين كما نذكر زبير بيال، هادي البياري، غيرهم من اللاعبين اللي تقريبا جماهير تونسية كل تحبهم وتقدرهم. احنا اهم حاجة بالتجربة هذه ان شاء الله ترجع الاجواء الرياضية والمدارس تكون ملقانة وفما روح رياضية في التعاطي والناس كل تصفق سواء على الرابحين ولا على الخاسرين. عملت بمراوغة كيما المراوغات نتاع عيد الحمروني قبل، مش عاود نسألك سؤال آخر، يعطيكم الصحة على المبادرة هذه وإن شاء الله تتبقى وديما تتواصل وتدعم في سنوات قادمة. شكرا، وانت ظهر لي اكثر واحد من محبي عيد الحمروني بفضل اسئلتك. هو ميلاد تظاهره جديده وان شاء الله معناها تكون معناها كل عام، وحبذا لو كنت تكون قبل الوقت هذا بشويه نظرا لمعناها لحراره الطقس وتكون التوقيت اكثر نتاع المقابلات ونشاركوا اكثر عدد ممكن المدارس الابتدائيه في ولايه تريانا. معناك تشوف الصغيرات ياخذوا في توقيت نتاع لعب اقل وغضبانين، معناك يلعبوا 10 دقائق ماذا بينا نزيدوهم 20 دقيقه و25 دقيقه، لملاك تكون الدوره ذي في طقس احسن من هكا، معناها باش نبتعدوا عن حراره الطقس وما يسببهم بعض المشاكل الصحيه للاطفال. زوز اسامي كبار في تاريخ كره قدم التونسيه حاضرين اليوم، احكيوا على الجوهره السمراء عياد الحمروني واحمد بورشاده. كانت فكره بطبيعه الحال هي تلاقح الاجيال، وبحكم اني انا معناها مانيش غريب على كره القدم، عضو رابطه وطنيه لكره القدم ومنسق عام بجامعه سيو كره القدم، جات الفكره انه نجيبوا ملاعبيه بالماريس كره قدم تونسيه يعرفوهم والملاعبيه الصغيرات وشوفوا فيهم في التلفزيون وشوفوا فيهم معناها في الصحف، قلنا كي يشوفوهم هما يتشجعوا بهم ويكونوا كودون فوا منهم هما باش يكونوا لهم حتى حافز انهم حتى هما ينشطوا بالقدا ويحبوا التظاهره هذيا، وان شاء الله في قادم السنوات تكون احسن من هكا ونحاولوا نكبروها. احد اساطير كره قدم تونسيه تكريم يذكر فيشكر. والله حاجة باهية كي تفكرونا الوليدات الصغار نشكرهم على التكريم، أموا فما مسؤولين متفكرتنا متفكرة تاريخ بتاعنا تاريخ ذهبي فهمت الله، ومن نجم نقول كان كلمة واحدة برافو يعطيهم ألف صحة على التكريم اللي كرموهن أنا وعيد الحمروني. فريمو صغيرات هذوما كيما احنا كنا صغار والطموح هذه باش نخزو الملاعب كبير ان شاء الله فهمت الله ينجحوا وان شاء الله نطلب لهم النجاح. احمد كي ترى الصغار هذوما يكوروا وكل فرحه وكل براءه ترجع ايامات الطفوله ممكن في الحومه وفي البطحه وانت تكور. سيفري اما الطفوله بتاعنا احنا تربينا حافيين نلعبوا فهمت الله سبادري خيطوه كوره نشبكوها، توا امكانيات تطورت الدنيا وهيك هي اللي تطور تطور في الماديات، اما تطور في الرياضه لا فهمت راهو ناقصه برشا الرياضه، المواهب قلوا وهذه المشكل هذايا من المسؤول اللي ما يعرفش يسير اللي تلقى مسؤول مش ناجح في دينيته فهمت الله يدخل لك مسؤول رياضي كارثه كبيره، والرياضه راهي صعيبه الكره يقول لك الكره بلاش وجه الكره مدوره فهمت، يلزم اموال المربي المسؤول يكون مربي قد احنا اللي ربيونا، احنا كنا نجم نمشيو البارتي اخرى اما لقينا المسؤول هكا اللي يجي الخمسة والستة بتاع العشية ويطل عليك في الدار هكا يشوفك تعشيت ما تعشيتش كليت ما كليتش كذا كالظروف القاسية يمشي يشري لك الكسكروت يمشي يشري لك كذا المسؤول هذاك المسؤول، وهكا هو احنا 90% طلعونا مسؤولين.